حضرت في الافتتاح ديال اول دوره المهرجان الفيلم العربي بالدار البيضاء، فهذا شرف ليا وحقيقه كان افتتاح زوين وكانوا فنانين. حقيقه احنا محتاجين لبحال هذه المهرجانات باش يكونوا ماشي غير في الدار البيضاء، ماشي غير في مراكش، وكنتمنى لهم التوفيق. كانت هذه اول دوره، فكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله في الدورات المقبله. فكنلبس كيف ما قلت كنلبس بزاف ديال المصممين، ما كاينش غير اسم واحد، كاين بزاف ديال المصممين اللي كنلبس لهم، وكل مصمم عنده واحد الميزه ديالو خاصه في لي كوب، في الخدمه ديالو. فكل مره كتكون عندي شي حاجه كنشوف على حسب ليفينمون اللي عندي شكون الستيل اللي خصني نلبس فيه. كانوا بزاف ديال اللباسين ديالي اللي داروا لو بوز، ولكن تنظن ان هذاك القفطان اللي كنت لبست فيه الرايه المغربيه كافطون روب، تنظن بلي انتشر بزاف والناس عجبهم، وكنت انا تنظن اول وحده اللي لبست القفطان او كافطون روب اللي فيه الرايه المغربيه. اخر اعمالي كانت كيف ما كتعرفوا مسلسل القلب المجروح، واللي مثلت فيه دور خناتة، واللي كان لي الشرف انني غنيت حتى الجينيريك ديالو الزموريه اللي الحمد لله ولا كيتغنى بها الصغير والكبير. مشروع في التمثيل حقيقه دابا تعرض عليا واحد المشروع، ولكن مازال كنشوف كندرسو، لان حقيقه الادوار كلها اللي درت ماشي درتها غير هكذاك، احتجت بان هذيك الادوار غادي تزيد تعطيني واحد القيمه مضافه في مساري الفني، ادوار اللي حبيتها قبل ما يحبها الجمهور. فما نقدرش ندير اي عمل غير هكذاك وصافي، لان انا اولا قبل كل شيء يعني بالنسبه لي الغناء هو بالنسبه لي هو الاهم، وهذه ماشي غريبه عليا، ماشي غير السجن، يعني كنمشي لدور العجزه، كنمشي لعند الاطفال المتخلى عنهم. اخر حاجه كانت بالنسبه ليا هي فاش مشيت للسجن عين السبع ديال السجن اللي كاين في عكاشه، واللي اللي فيه السجينات، فكنت فرحانه بزاف واحد الدرجه ما يمكنلكش تصوريها، لان ملي شفت داك المحبه ديال هذوك الناس، ملي غناو معايا، ملي حسيت بانني عطيتهم واحد البسمه، دخلت على قلوبهم واحد الفرحه، فهذاك بالنسبه لي واحد الشعور ما غنقدرش نعبر عليه. فهاد الاشياء كلها ملي كنحس بانني من غير انني كندير اغاني وكندير اعمال فنيه اللي كنقدمها للجمهور ديالي، او حفلات في اطار مهرجانات او حفلات عائليه، فهاد الاشياء هذه، هاد المبادرات اللي بحال دابا كنمشي لدور العجزه نغني مع الاطفال المتخلى عنهم الى اخره، هادو اشياء اللي انا بالنسبه ليا مهمه بزاف، وميمكنليش حياتي تبقى غاديه بلا ما ندير هادشي. شكرا على هذا الكلام الزوين اللي قلتي، بنتي ما كتبانش بنتي، كتبان بحال اختي. شكرا شكرا، ولك راه كتبان بنتي. شوفي ما كاينش شي سر، السر هو الواحد يكون قلبه مزيان من الداخل، وما يديرش الشر في عباد الله، وما يهدرش خايب في عباد الله، فهادشي كله هو انا صافي، هادشي اللي كاين جاي من الداخل، صافي من الداخل. انا متفقه معاك، ملي غادي يظهروا التجاعيد غادي ندير شويه ديال التشميل. لا بد شوف، ماشي قضيه تغيير، ولكن قضيه الواحد يتهلا في راسه شويه ويبقى كيبان صغير. تحيه كبيره للجمهور اللي كيتابعني عبر قناه الدار، انتظروا جديد ديالي قريب، وتمنى هذا الحوار، في هذا الحوار نكون كنت خفيفه على قلوبكم، وكنقول لكم سنه سعيده مسبقا، الله يدخل عليكم الصحه والراحه والعافيه باش ما تمنيتو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.